رؤوف. ايوه يا فندم. قبضايا هيضرب حربي الليله، عايزك تحضر قوه تكون جاهزه للتحرك اخر النهار، وحط قبضايا ورجالته تحت المراقبه كام ساعه اللي جايين، مفهوم؟ تمام يا فندم. يا رجاله الهمه النار، الخرده الجديده زمانها على وصول. زين لسه ما رجعش؟ لا لسه. طب اول ما يرجع هاتوا حصلوا على العشاء. عينيا. سلام. سلام. يلا يلا يا رجاله، تعال تعال يا ابني ساعده، تعال مش عايز اتلفظ، تعال. يا باشا. اه هنفي عملت ايه؟ كله جاهز. وقبضايا هينفذ الليله. حلو قوي. اسمع يا حنفي. عايزك تاخد الرجال الليله دي وتمشي ورا اللي اسمه قبضايا ده خطوه بخطوه، ما تسيبوش، مش عاوز حد يحس بيك. اول ما تشوفه استلموا من البضاعه تاخد منهم البضاعه وتخلص على الكل. الكل يا رشوم بيه؟ الكل يا حنفي. تروح انتوا دلوقتي تجمعوا الرجاله وعلى المغربيه تاخدوهم في العربيات وتخرجوا بيهم عند مخرج المنطقه. وانت يا سيد الناس مش هتيجي معانا ولا ايه يا معلم؟ عيب عليك يا دقرم، ده يوم فرحي. امال مين اللي هيزف في حرب لاخرته؟ يا حرب عملت ايه؟ طب من انت الاول جبت الخرده؟ جبتها. ها وعينت المكان وعرفت تروح ازاي؟ يا سيدي واعرف اروح عمياني كمان، قول لي بقى عملت ايه مع صلاح؟ على بره كده وانا احكي لكم على كل حاجه. الو؟ ايوه يا دنيا انا عزام. ايوه عزام بيه، ازيك في حاجه؟ انت ودعاء ما تجيش الكباريه النهارده. ما تجيش الكباريه؟ ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. في حفله صغيره كده في العوامه. برعي هيعدوا عليكم الساعه 10 يجيبكوا على هناك. بنتي يا دنيا ممكن بقى تفهميني كده ايه حكايه العوامه دي يا اختي؟ والنبي يا اختي ما انا عارفه تلاقي عازم يعني عنتر ورشوان. عارفه يا بنتي يا دنيا انا لا بطيء ده ولا بطيء ده هو. ونسيه معاك بس نعمل ايه؟ دي اوامر عزام بيه. طب هو هيحصل حاجه يا بنتي لو احنا ما رحناش؟ بقول لك ايه يا اختي؟ هو انت فاكره نفسك يعني ضيفه ولا معزومه؟ لا ده شغلنا شغلنا يا دعاء اللي بناكل منه لمميته. عارفه يا بنتي عارفه بس مش عارفه ليه قلبي متوهش قوي من موضوع العوامه ده، شايفاه ملوش لازمه يعني. بقول لك ايه يا دعاء؟ في شغلتنا دي يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها انك تريحي نفسك، انت لازم تريحي الزبون في خيمته. يلا بقى نروح نعمل حاجه بقى ناكلها ونريح شويه عشان السهره كده شكلها ايه؟ صباحي. يلا يا اختي يلا. انت بتتكلم جد ولا بتهرج يا حربي؟ هو الحاجات دي فيها هزار؟ لا جدع اللي اسمه صلاح ده مزودها قوي، العمليه مش مستاهله، ده يودينا في داهيه. ولا انا غلطان يا زين؟ والله لو طلعت العمليه مش مستاهله يبقى عدت، لكن لو طلعت مستاهله بقى يبقى احنا امننا نفسنا ودي اهم حاجه. يبقى اتكلنا على الله رجاله. بركه تاخد بعضك وتطلع على صلاح وتنفذ اللي اقول لك عليه بالحرف. وانتم؟ انا وزين هننفذ الخطه اللي رسمها صلاح. حربي انت مأمل اللي اسمه صلاح ده؟ تسأل يا بركة. يعني مجرد سؤال. أيوه مقامل اللي اسمه صلاح ده. ماشي يا حربي اللي تشوفه يا صاحبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ خش بقى، أنا قايل لنا ساعتين لحد المغرب، لسه قدامنا ليلة طويلة. وبعدين بيني وبينك ما نمتش ولا ثانية امبارح. بتشقى أنت حربي. نعمل ايه بقى؟ هو كله في سبيل المصلحة يا عم زين. ربنا يكون في عونك يا صاحبي. ايه ده يا أكرم أنت خارج؟ أيوة ما أنا خارج. رايح فين يا أكرم؟ رايح الاسم. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك يا بابا. ايه يا اماني؟ ما سلمتيش على اخوك ليه؟ ويعني هو اللي سلم؟ وبعدين معاك يا اماني، اخوك خايف على مصلحتك وبيفكر فيكي. والله يا ماما انا عارفة مصلحتي كويس. ممكن يا جماعة تفهموني ايه الحكاية بالظبط؟ الحكاية يا عمي ان في عريس لقطة تقدم لاماني وكلم اكرم، والست اماني رافضاه كده من الباب للطاق. عريس مين ده؟ الملازم رؤوف اللي شغال مع أكرم. رؤوف؟ رؤوف؟
مش ده الشاب اللي كان حاضر عيد ميلاد حمزه؟ ايوه يا عمو، شاب ممتاز ومستقبله مضمون ومن عيله كبيره. منى، هو انت اللي موافقتي على اكرم عشان كان شاب ممتاز ومستقبله مضمون ولا عشان كنت بتحبيه؟ الحب بيجي مع الوقت. منى لو سمحتي انا بسالك سؤال ويا ريت تردي عليه، كنت بتحبي اكرم ولا لا؟ يعني انت ما بتحبهوش يا ماني؟ يا بابا هو انا لحقت اعرفه عشان احبه؟ الراجل جالك لحد البيت عشان تقعدوا مع بعض وتتعرفوا، انت سبتيه ودخلتي اوضتك ولا حتى عبرتيه عشان مش عاوزه اتجوز دلوقتي، مع انك قلتي لي انك هتفكري وتردي عليا. يا منى يا منى ارحميني، كل حاجه بالخناق الا الجواز. ممكن تسكتوا انتوا الاثنين بقى وتسمعوني؟ رؤوف اتقدم لاماني عن طريق اكرم وده حق، وانت طلبتي مهله تفكري وده حقك. أنا بقى مش عاوزكم تفكروا في الموضوع ده خالص ولا تتكلموا فيه لحد ما أماني تاخد قرار، وساعة ما تاخد قرار هتبلغني بيه وأنا اللي هتصرف. يا إما أقول له أهلا بيك اتفضل، يا إما أقول له الجواز يا ابني اسمه ونصيبه. أيوة أنا مش عاوز أكتر من كده. بس يا عمي. خلاص يا منى اقفل الكلام في الموضوع ده زي ما قلت. يا عدلي البضاعة هنستلمها الليلة إن شاء الله يا باشا. الحكاية دي كانت مشاكلها كتير قوي، نحمد ربنا اللي جت على كده. رأيك كان ممكن تكبر عن كده بكتير وتدخلنا في مشاكل وشوشرة إحنا في غنى عنها، عشان كده اللي حصل في العملية دي مش لازم يتكرر مرة تانية أبداً. ساعتك عندك اقتراح محدد؟ طريقة شغل عنتر وعزام ورشوان بدأت تقلقني، بقى في تقصير وإهمال وده ما ينفعش في شغلنا خالص يا عدلي. ساعتك شايف يا باشا. شايف إن احنا محتاجين لدم جديد، عيال مصحصحة ومفتحة وقلبها ميت زي الولاد ياهم دول. وتفتكر عيال يعني زي زين وحربي هيرتاحوا في الشغل مع ناس زي عنتر ورشوان وعزام؟ ما اعتقدش، لا دول هيرتاحوا ولا دول هيرتاحوا، عشان كده احنا يلزمنا ترتيب جديد خالص. طب سعادتك تشوف ايه بالظبط؟ لما البضاعة توصل ونستلمها الأول نبقى نشوف هنتصرف ازاي مع الجدع اللي اسمه حارب ده.